تجربة محمد شريف علي وانتظار البترول. أنا يعني رافقتك في هذه المسيحية وكنت في كل العروض بتاعت المسيحية دي، أنا بستمتع جدا بالشغل معك. نعم. وانت كنت شغال شخصية يعني عبد الله الخدام. اي عبد الله ده عنده ريدة كده. ايوه نعم. وزول متعب جدا. نعم. وده كان بالمناسبة من المسيحيات اللي تنبأت بظهور البترول في السودان. ايوه صح. نعم. وانتظار البترول هي كاتبة الباشمهندس محمد فتح الرحمن. نعم. نعم. الله يرحمه. الله يرحمه. واخراج الصديق والاخ محمد شريف علي. نعم. من اجمل العروض اللي قدمت في المسيحية دي كانت في برسلونة، ودي نعم. واحدة من ذكريات على فكرة. ايوه بالضبط. دي واحدة من ذكريات الغرقة دي. ايوه يعني نعم. كنت هتغرقني. نعم نعم. انت دي أول مسيحية تشتغلها كانت؟ نعم. أنا اللي هي المسيحية دي أنا طبعاً ما جيتها من إنه أنا كنت في مجمع تدريب المواهب كويس؟ في المجمع ده مروا علينا أساتذة كثيرين جدا اللي هم درسونا، واللي هو من بالمناسبة الماحي سليمان ده كان جزء من المؤسس لل الناس اللي درس موسيقى المؤسس للمجمع ده ذاته المجمع أسس نعم. له هو نعم. مع الأستاذة وداد عبد الحميد نعم كويس. فالمهم مروا علينا الأساتذة ديل اللي هو أستاذ نور الدين سليمان، وأنا طبعا يعني ديل الأساتذة دي اللي درسوني دراما ودرسوني مسرح، وصلاح الحسن حماد لهم التحية لهم التحية كلهم والله، واسمه ده الخير عقود، والأستاذ أستاذ الحوري. الفن والإبداع ده كان فيها منو؟ الفن والإبداع ده أنا التقيت الناس اللي قبليني اللي هم ناس محمد نعيم. محمد نعيم أنا كنت فيها وإنت كنت فيها، اللي هم كانوا ديل بيشكلوا ناس قدامة وعملوا شخصيات. كان في ممثلين زي ياسين عمر ياسين عمر ونادر كلهم دل جو معايا انا ده. فلما كنا في اللي هناك جابوا لنا محمد شريف علي كاستاذ. ايوه يدرسنا في كورس بتاع الدراما. ايوه وتقريبا في النقد ولا حاجه بالشكل ده كان في موزع نفس المعهد. اي فنان في النازل كان جاب راو مش كده، ما في زوج جاب. نعم يعني ما عنده ادعمه. لا 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 قال له طيب انا اوريك حاجه يعني انت يعني ما كنت في اللي كان بساط براي. هي بساط اللي هي تابعه كانت للاتحاد الاشتراكي ولوزاره الشباب، بتجي البساط دي في الاحياء، اي زول عنده ميول للحاجه دي وداري بيركب للدراما والفنون تركب البص ده هناك، في اساتذه هناك بيقوموا يحددوا انك تمشي مسرح ولا تمشي موسيقى او رقص او هناي تشكيل. فقاموا اللي احنا مشينا هناك، انا حتى كمان يعني من الناس اللي عملوا فيني مقالب مقالب اللي هو اسماعيل محمد الحسن. أيوة هو كان المخرج، هو كان يعني زي قصه دار لوم وهنا وحياه زي دي. فقام عمل لي معاينه. ايوه عمل لي معاينة، انا جاي طبعا جديد وخايف جاي تتلف زي الحمامه في الصبيحه. ايوه قمت مثلت له تمثيليه كبيره جدا وانا قاعد بي وعامل خاتي ناس كده انه وانا ارجف بانه الناس زي حيشيلوني ولا ما يشيلوني، طلع انه ده ما عندهم برلمك. اي فالمهم الفتره الطيب كان محمد شريف علي ده انا قمت اتمردت عليه. هو كاستاذ جاء بيقوم بيقول لنا كده اطلعوا قدموا لي حاجه، نقوم نقدم اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس، الاستاذ زبشيل قمنا عملنا بديت انا اتمرد واكلم في ناسي انه زول ديل. وطبعا في حاجه كانت عن الناس في المسرح، انه الناس في المسرح ديل ناس براهم واي ناس ثانيين أيوة. ديلك ضدهم او حاجات زي دي، يعني حاسين بانه الناس اللي بيجوا في زي كلام كده بيقول لك ده الناس الحوش الناس الحوش، وانه بشيلوا الحاجات السمحه يعني. من الناس وكنا بالمناسبه عاملين هناي حذر شديد جدا انه حيشيلوا بناتنا ديل يمثلوا هناك، وطبعا بعدك بنبقى ما عندنا ما عندهم ما عندنا حاجه. فهم فعلا كانوا الوقت ذاك العنصر النسائي. الزمن ذاك انت ما مثلت في المسرح القومي؟ ما مثلت لسه. انا في المجمع ده قام اتاري الاستاذ محمد شريف كان بيفتش في شخصيات، ودي يعني انا طبعا
في كل المجالات. بقوم طوال بشيد بالاستاذ محمد شريف علي بانه كان هو الـ 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 يعني اكثر زول بادر بانه يستقطب شباب في والله نحييه من الحته دي يعني دي هو يعني عمل كثير جدا. نعم. وانا يعني الاصدقاء دي ذاتها جات عن طريق محمد شريف وكان له باع كبير جدا في انه الناس اللي يقدموا في المسرح الغربي. طيب يا طيب انا اخذك قفزه بسيطه جدا. نعم. انت مثلت في مسرحيه انتظار البترول. نعم. والناس اللي عملوا قروش. نعم. وثاني طوالي بعد اخر الناي بعد الاثنين ديل انه انا مشيت لمسرحيه ثانيه اسمها النفاج. ايوه النفاج. نعم. مع عبد الحكيم الطاهر حبيب مدثر. ايوه. نعم. اللي هي دي لا لا هناي النفاج. منو النفاج؟ امين محمد احمد. امين محمد احمد يس. ايوه رحمه الله عليه. فالميم يعني انا قمت اللي هي كان مربط الفرس كان وين في بالنسبه لي انا اللي هي مسرحيه الناس اللي عملوا قروش. ايوه. واللي هي دي مسرحيه كان الاستاذ محمد شريف كان بتحدى بانه انا يا اكون او لا اكون باعتبار انه مثلا هو قام شال جزء من الشباب ديل دخلهم فيه وكان يعني التحدي ذاته غريب جدا لمحمد شريف انه كونه يختار له سته او سبعه انفار. نعم. مش من الشباب. ايوه. واللي هم المسرحيه دي كان بتتذكرهم انت؟ بتذكرهم كلهم. اللي هم ياسين عبد القادر الله يرحمه. ياسين اقصد ياسين عمر. ياسين عمر. ياسين عمر كويس. في واحد محمود نوح. محمود نوح الله يرحمه. الله يرحمه. وال عبد الرحمن الشبلي. لا لا الناس الشباب ديل ما كانوا ناي. انا بقصد لك انه الناس المجموعه. أيوه. اللي جات من هنا يعني الاس دي الواحد ما مستحضر الاسامي. انت فطيت طبعا كثير. أيوه. انت ما فطيت. ايوه. نحن قطعا يا دكتور فيصل الحياه خليتك يعني استلهمت لك كبسور مواقف كثيره في حياتك يعني وكبسور متلقي الحجج ده والرايل بتاع البلاغات الكثيره ده والمحتج والراي المتمسك برايه بشكل جديد. الشخصيه دي استلهمتها من وين؟ يعني هي طبعا شخصيه كبسور مرقت من العبايه حقت فرقة الاصدقاء يعني من متاعب. ففي متاعب صنعناها وانا حقيقه جبت الاسم انا وعملت التشخيص للشخصيه انا وكذا لكن بمساعده الاخوه في شنو؟ في فرقه الاصدقاء المسرحيه يعني. نعم. لكن الشخصية ذاتها كزول يعني هو فيه نسبة يعني نسبة كونه شخصية حقيقية موجودة في الدنيا يعني زي 25% 75% حملت له دراميا. نعم. حاجات تانية دراميا يعني كونه يحب القانون يعني مدعي انه حافظ القانون. نعم. ويحك معك في الحق اللي شنو كده ما عارف ويتعبك في حاجات كده ما عارف دي 75% دي حاجات جات برا لكن 25% منه حقيقية. زول عديل كده نحن كنا طلبه في المدرسه زمان. ايوه. معنا اسمه الدب كبسور. ده السبب ده الاسم اسمه مو اسمه كبسور اسمه الدب كبسور. الدب كبسور. الدب كبسور ده ما كان بيقرا معنا في المدرسه يعني احنا نجي مارقين من المدرسه ويكون قاعد لنا كده عنده مشكله معنا احنا كمدرسه. انتوا كمدرسه؟ اي كطلبه. انتوا طلبه اي كتلاميذ عنده مشكله معنا. تلميذ معاكم؟ لا هو برا برا بنتظر برا بكسر لكم ببرا. اي بيجي شايفين تذكر الشنط حقت القماش. اي الدموريه الثقيله ديك. أي. فيها الاطلس وفيها بتاع السنه الرابعه وفيها الكشكول وفيها الثقيله. ايوه دي ثقيله. اي ثقيله شديد. وفيها عده بتاعت هناي الهندسه. هندسه في علم هندسه. ايوه كويس. فيها دومه وفيها فول. ايوه بعدين وقد ما رجعين خلاص فكونا كده. اي بس هو كبير يعني اكبر من المرحله العمريه حقتنا. ايوه يعني احنا ثلاثه جماري وليده من دون نازل وليده تعال لنا شنو؟ تعال. ايوه. تجي طوالي لانه كبير. اي انت خايف اي. مبدو بتدقه. ايوه. يعني في المسافه من المدرسه البيت دي ممكن تدقه عادي. ايوه. ما ممكن انا ادقه كله. يقول لك تعال. اي تعال. في شنو اللي في الشنطه؟ عارف الزول بيعمل الشنطه شنو؟ بيمسك الشنطه من اثنين تحت. الاثنين تحت. اي. بيقلبها كده. ورر ورر داير باقي فول. داير باقي فول. ما داسيهم ده. انا ما بديش انا داسي فول داسي حاجات. غذائي انا ما بدس انا بصادر النبق بشيل النبق كله. ايوه بشيل اي فول بشيل اي حاجه لكن طبعا متعته بتبقى متعه لا يعني لا مثيله لا لقى تعريفها
تعريف تلقى وين؟ مع ال وين يا اخي تعريف؟ هو كله قريش كله قريش يعني اكلت منه كذا وشربت منه حاجات كذا بكون ما في حاجه في الضرب الثاني. اشتري منه الدسه بتاعت التعريفه تدسه انك ما تلقاها ما في هني هني وين ما فيش جدا الهناية ده هنا ده عشان كده تجيب اللياقه وتدخلها جوه هنا ده ما تعرف ما في يعني انا يعني ما ارجع بها البيت ما بشيلوها يعني بيشتري بها نبق يشتري بها فول يشتري بها اي حاجه حطها في الشنطه بيمسك الشنطه من الاثنين تحت بيجيبها على الواطه كده ما في احترام للاطلس ما في احترام لكتاب المطالعه ما في احترام لكتاب الاناشيد ما بالنسبه لهم ما عندها قيمه بيدفق الشنطه دي قلم الرصاص وانت بتكون خايف منه هاي يعملها بد 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 كده يرمي الحاجات دي المدونه الطبيعيه تطير هنا ولا الف ما بيجيب اي انت ما الفك لا 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 دي اولى دي اولى لا هو ما خارج لان ما عنده علاقه بالله ده خارج المدرسه ذاته خارج المدرسه ما عنده علاقه لو كنت انا مالفه المدرسه ذاته المرحله الانتقاليه انا قريتها للمدرسه دي الكبسول ده انا لقيته في تندلتي ايوه يعني ما نحن اول ايام المدرسه قبل ما انا ابقى الفي يعني لسه الالفوبيه ما دخلت ما دخلت فيني لسه يعني ما دخلت في دمه اي نعم فبالجانب برا بيلقط حاجات وبشيلها انا بلقط كنت مجبور طلقت كنت انفضها وناديت من الديك بفوتو بيمشوا ولد كبير ايوه ده ولد كبير ايوه بيقوم يمكت بيه هناك ده وبعدين شنو في الحلة يوم يكون مدرسه ما في بنمشي نشرف الطير سوا هو أيوة. جنبنا يعني بيته جنبنا بالذات قلت عارف القلوبيه اول أيوة. اول قلوبيه اول الصفيحه دندرس 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 كيف يعني دندرس بالهناي انك انت بتقوم تشرك للطير بتقوم تعمل صفيحه أيوة. تجددها تعمل فيها السبيبه السبيب بتاعت الحصان ايوه اسمها دندرس عندكم دندرس يا عندنا اسمها شرك دندرس يا اخي هاي ده اسمها شرك ما طبعا كله بيع في السودان اسمها شرك ايوه والله دندرس انت مش قبل مش ما عرفت الجكجوك ايوه انا ما عرفت الدندرس بس الدندرس ده لانه تدرون فنخطها كده ونعمل العيش الدندره العيش كده ونقعد بعيد نلبد كده بيجي الطير كده بتبهد بس وتعمل ور كده بتقبض ايوه بيقبض له طياره طيارتين ثلاثه بيشيلوا كبسول وانا عندي شرك ودب كبسول بيشيلوا كل زين عندنا في عنده شرك ايوه الشركي انا قبض ودب كبسول بيشيل حق الطيري الشركي وقبض بيشيل حقه يعني لو شركك انت قبض يوم واحد ما حصل انا بالغلط رجعت بطير البيت في حياتي انا في حياتي العامره انا يعني كش يعني ك يشيل طيرك ويشيل دومك يشيل فولي ونبقي الا ديك ما فيها بوليس ما بوليس شوف العيال الصغار ده الولد بكميك اكبر منك مشكله يعني ايوه يعني مشكله كبيره لكن يعني الشيل ده بالمناسبه مش في كل اي زول عنده انواع لكن دي معناها يعني كانوا بيشيلوا مننا لو كنا بنشلك للسمك يعني بشيل الطير بتاعه اكيد والدب كبسور بتاعنا احنا كان بيشيل سمكنا بقول لي بعمل ليه كده في حجاره كده 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 ايوه كده دي معناها بعدين ولد كبير ايوه انت لا قادر تجري لا قادر تفلق لا قادر ما في فلق يا حيحصني حيحصني المهم ف الشخصيه دي ايوه يعني انا ما قعدت فتره طويله في دندلتي اثرت فيك يعني ما قعدت فتره طويله في دندلتي انا أيوة. بعدك مشيت يعني انا قريت باقي الابتدائي في مرابعه بعدك مشيت بتعرف لو قعدت فتره طويله كان شال الجداد بتاعك ف بعدك بعد زمان انا الزول ده سبحان الله ما اعرف وين انا استلهمت الشخصيه من الزول ده كده وشوف عادت بعد فتره طويله مع فرقه الاصدقاء ثبت الاسم اول حاجه ثبت الاسم ايوه بعدين يعني لكن الغنى عليه القالب الدرامي بانه هو زول يعني زول قانون بيحب القانون وما عارف اي حاجه في القانون بالمناسبه كبسوله حقاني انا عندي احتياجات كده مرات الطير ده ذاته ايوه لا كبسوله كشخصيه يعني الشخصيه اللي اشتغلها ايوه دراميه زول حقاني حقاني ايوه زول داير القانون داير القانون يمشي لكن بطريقته ايوه وداير الحاجات تمشي لكن بشكله في مشهد كده عملناه ممكن سحر تمشي أيوة. لقى البيت كبسور ماشي في يعني عنده جلابيه كده عنده نظاره كده عنده حاجه غريبه جدا أيوة. لقى البيت واقف يتكلم في التليفون انا شديت تذكر ايوه خلاص نقول انت تتكلم مع امك ولا انت في الجامعه اي ماما ما يا ماما انا في الجامعه ما كلمتي قلت لك عندي لك شرين ثاني الله قلت لك عندي لك شرين قلت لك بطلع على الساعه 6 هسه انا في الجامعه اي هو ده الاستاذ ذاته داخل خلاص يلا يلا باي يا حجه زيك يا حجه اهلا ها لا لا انا كبسور هاي انا كبسور كبسور انا البنت دي ما في جامعه البنت واقفه في الشارع دي ما جامعه ولا اي حاجه انا واقف مواصلات هنا ما تقول لك انا في الجامعه
اي ماما في الجامعه. كيف فاضي انت؟ امسك تليفونك. قلت له قلت يا اخ الطريقه دي تكذب يوم كبزور كبزور بيقبلك اللي قاوك في الشارع. ايوه اللي قاواك في الشارع كذبت يعني قالت لي انا كلم على ناس الموبايلات دي تعرف كبزور ده يسوي كذا. شوف كيف يعني ده مشهد كيف بقول لك استنى في الكوبري. غير المشاهد الثانيه الكثيره جدا فيها يعني هو مرات بيتجاوز القانون مرات بالله مرات يعني بيعمل حاجات غلط. لكن هو يا دكتور هو حقاني شديد لدرجه انه مرات بوقع الناس في مشاكل هزاته يعني من غير قصد. يعني مثلا هو ممكن يشتبه في حاجه مثلا يحس انه الحاجه دي هي فعلا أيوة. ممكن تكون حاجه خطره على المجتمع او حاجه او في جريمه حصلت او كده أيوة. ويمشي ويمشي يجري في الموضوع يعني بيجري فيه وبيبقى اوفر بعد ذلك. لا لا وبيمشي معاه بتفاصيل موضوع ساي أيوة. بتفاصيل طبعا قصده بتاعت المقانس القوانص القوانص ايوه القوانص ايوه لقى كيس جنب بتاع دكان جاء قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. ده شنو الكيس ده؟ سكون قال الله ياخذ كيس مسكوني له كده وانا انت تمسك اي حاجه؟ نقول انت سيد الدكان ايوه انت تمسك اي حاجه؟ يا اخي ما اخذته هنا وفات يا اخي بتاع الدكان. لا اي انت اي زول يعني مثلا من ناحيه اجراءات مش في اجراءات؟ في اجراءات هاي اي من ناحيه اجراءات كده اي زول مثلا قال لك الحاجه دي امسكها تمسكها انت؟ ما زول خدت لي الكيس ده قال لي يا اخي انا امسك لي الكيس ده امشي واجي. الله الله يا الله يا رب اقول لك حاجه اي انت اصلا الكيس ما اعرف نظام شنو؟ نظام شنو فيه؟ يا زول مالك؟ انتوا يعني انت قال كاجراءات الحكايه ماشيه ساي؟ كاجراءات يعني كقانون يا اخي كيس في كيس خدت لي في الترابيزه اجراءات شنو؟ تجيب الكيس انا عشان اوريك انت من ناحيه اجراءات الكيس ممكن يكون في شنو؟ ما هي زول انت مش انت عندك دكان؟ يا اخي هو ده الكيس هو ده هو ده الكيس دقيقه لا اله الا الله لا اله الا الله لا مالك يا اخي؟ لا اله الا الله رسول الله هنا في جريمه جريمه بتاعت شنو؟ في طفل هنا مقطع طفل مقطع طيب المقطع هنا جوه الكيس بتمسك ساعتها اي اصل دي ما اجراءات اصل دي ماده عادله 140 مقطع على كم حته جوا هنا كيس مقطع اطفال اعوذ بالله يا اخي يا اخي يعني بورط الزول بورط بالله انه في النهايه بعدك جدادة مقطع جدادة مقطع الزول ده خدتها بس لكن طبعا الرساله واضحه نعم انت ما تبقى زول يعني صديق يعني مزول اللي فلك حاجه يديك لا بحسنيه تمسكها ده الهدف من الحكايه يعني. وطبعا الشخصيات زي دي واحده من الحياه اللي بتعملها يعني دائما الابتكار لشخصيات زي دي بتوري مشاكل كثيره جدا اجتماعيه وبتعري مفاهيم خاطئه كثيره جدا. الطيب الكوميديا بتاعتك بتسم عليها كثير من الخوف، في ناس بيحبوا خوفك جدا لانك انت يعني انا سالني ناس كنت اسالني الطيب ده قال لي انا بحب الطيب ده اللي بيكون خايف. نعم انت طبعا مرعوب الخوف ده عندك في الكوميديا كتير جدا يعني الخوف من الكلب ساكلك جداده فر الفار نعم الفار في حمد الفار نعم زول عندك خوفات كده ذاتها يعني خوفي منك. نعم نعم وطبعا يا جمال يعني زول خوف استمتعت بها شنو انت في الكوميديا دي انت كطيب في لا 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 في الاعمال التلفزيونيه عموما او الاعمال المسرحيه يعني خوف طبعا انا لما يعني اكثر خوف ممكن يكون مثلا حسيت به انه فوقه حته بتاعتي وانا استمتع بها لانه بقوم رجعت حاجات كثيره جدا في حاجه اسمها الكلب الكلب كويس قمت استفدت من انت اساسا بتخاف من الكلب لا لا ما أوريك أنا أوريك الخوف النهائي أنا بالمناسبة في الطفولة كنت بالمناسبة شقي جدا في حاجة اسمه إنه تحكي لي إنه كلب ناس فلان ده عامل فيها بخوف الناس من الشارع برجع من الشارع تمشي تدس التطور لا 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 أنا بس بقصده تربص به أقصد عديل كده بمشي له إنه يعني في تعمل معاه مشاكل يعني بسم الله الرحمن الرحيم خليك الكلب يقول بخوف تمشي الكلب محل يعني أيوه بمشي له وبعد ذاك يلا بعمل معه زول عاقل بعمل معه حركات مبالغ فيها تعمل مع كلب أيوه اخليه كيف؟ ما من اول حاجه اول تبادل هو طبعا لما نكون قاعد بكون حاسس بانه انت بتقدر علي هو ذاته نقول انا كلب ده الكلب نقول انا كلب ايوه نقول انا كلب قاعد ايوه انت قاعد بس وانت خانقه نقول انا كلب ها جلس 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 طبعا
في الحلقة لا الله يجمعك. عزيز المشاهد تعرف الحلقة دي حنناقش موضوع السعر. يعني يا جمال شفت أقول لك حاجة، يعني الحتة بتاعت إنه سكن الكلب دي جميلة جمال مبالغ فيه. أنت بتدي الكلب ده أساس دي المتعة ذاتها إنه هو. أنت شغل الكلب عشان سكنه. أيوة عشان سكنه ونقوم جارين. أيوة. بعدين الكلب. نجري منه على أساس إنه ما أنت دارت يا دارت تمتحي الناس إنه بتغشه، وطبعا مرت فيها مقالب إنك أنت بتكون دارت مقلب زول تاني إنه السكة دي ما بتكون أنت ما عارفها. الكلب ده لكن انت سكاك كلب. ايوه قبل كده لا انا سكاني ويتين ما انا طبعا ما عارف حكيته والله كثير جدا. قمت مره كده حاسس انا متكيف لقصه ال 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 البوليس اللي بيجي يصطاد الكلاب الماء مرخصه الماء مرخصه ما مرخصه ولا حاجه زي دي. طبعا بحكم انه الكلب ده موجود في البيت اي زول الكلب ده ما جزء من البيت وحق فلان معروف بفلان معروف بمنون في البيت إنه الكلب ده جاءوا سعاه ورباه وخطاه في البيت. البيت كله يعني بيكونوا متأثرين جدا بقصة الكلب دي. لو كنت الكلب ده بيزعل في المناطق اللي هناك بيكون ما مسجل ما معمول له ترخيص والناس ما عندهم فهم لأنه الكلب ده مفروض يترخص ويمشي البطري واللي هناك ده ما عندنا طبعا. ما تموت بطريقته عيا بطريقته. زمان كان في حاجة غريبة جدا في الكلاب يا طيب. أنا ذكرتها فجأة كده عرضا. طبعا في كان ادب كده موجود انتهاسي في السودان اعتقد انت بتتذكره. ادب فيه مطاعنه غريبه جدا، يعني مثلا يسموا الكلب باسم مشكله الجزمه غس الخوه قروش الخوه قروش. يعني مثلا يسمي الكلب يسمي الكلب الخوه قروش اي او الجزمه غس اي عشان تقول عندك مشكله مع جارك او جارتك عندك مشكله مع جارك مثلا تسمي لا يعني الخوه قروش الخوه قروش الخوه قروش يعني هنا الخوه قروش وياكل اسمه ولا شنو يعني طعم بغادي يعني لزول بغادي ايوه يفهم ايوه. والحقيقه دي كانت منعكسه في اسماء الكلاب كثير جدا يعني لكن فلا فلة دي حديثة جرقاس وبوبلو جرقاس وزنجر ده اسماء جات مع المجلات ده اسماء مجلات لكن فلة جرقاس جرقاس سحر. لكن يا قبل ما نفوت الكلاب دي طبعا انا قلت لك براي قاعد احكي قصة كده بتاعت الكلاب دي ولكن اخونا فيصل ده دخلنا في حتة صعبة جدا مع اخونا السني كيف في الكلب والله يعني يوم كده قامت تثبت مطرة في الرهد ابدكنا ايوه مسكين ما سكنه قام هنا قالوا نمشي رحله نزور التردة نعم. فالاستاذ ماشيين مع ففيصل طبعا عارف القصه دي خليني نعم. احكي عليك لكن الكلب عمل عذب العذاب اللي عذبه فيصل انا والسني ماشيين ديك ماشيين قدام يعني جايين من التردة حق الرهد ايوه احنا ماشيين نشتغل المهرج في الرهد ايوه فيعني زي عصير كده جايين من التورته بعدين السني ماشي معي السني عنده اعتقادات كده كان لما فيك يعني قدر يعلمك في المعتقدات بتاعته انت ما عندك طريقه تزغنه فظهر لنا كلب ضخم جثة كبير المنكعين اخلاقه ضايقه وبعدين كبير كلب كبير يعني كبير شديد كده بعدين النبحه بيصلح المشي يعني هاي النبحه 8 جيجا اي 8 كم 8 جيجا ماشي كبير بس انا نتلذذ اقول لهم ماشي كده قلت بعدين البطه بدات تبغرب شويه كده خلاص يعني ده زمن الشغل خلاص طبعا الكلب في المدن الصغيره مثلا زي الرهد الشمس مجرد ما خلاص زارت ده شغله ده وقت الشغل بتاعه وبيشتغل في الزمن ده الزمن بتاعه يعني دي ما هي ما جاري ما بيجري بيشتغل اعلام كويس في النهار ما عنده ورديه وماشي عليك ورديته بلمسها بان احنا ماشيين اول ما قام الكبيره دي ديل قام مشوا جروا يعني ناس محمد نعيم ناس امير عبد الله ناس جعفر سعيد ناس جمال عبد الرحمن فتحوا مشوا جروا البيت نعم السني قال لي ما تجري انا كنت افتح الكلب ماسكني السني مسكني انا داير خارج لانه انا داير قبل كده عضت كلب وحقان في البطن اي 14 لا هناك في زماننا خفضوها شويه 14 حقنا في البطن والله ما انسى جنب الصره اي دز 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 نجوم بالمناسبه لكن منظر جميل يا اخي منظر منو؟ الجناد العامله زي النجوم كده هي حارة يعني انا ضايقه فبقيت ما بحب الكلب نهائي عملت شنو في اللحظه بتاعتك السني قبضني قال لي ما تمشي
كلب الكلب الكلب كل مره ماشي علينا وفي حيطه كل مره يقول رب الكلب الضخمه الجثه كبير الايه كبير المنكعين ف قام السني مسكني قال لي ما تجري قال لي لو جريت ما تجري قال لي قول كلمه معينه الكلب ده قال لي عندهم الكلب الكلب ده اي كلب عنده سيد بالله سيد الكلاب كلهم اسمه قطمير قطمير بتاع اهل الكف ايوه اسمه قطمير كان قلت له اصمت اصمت بحق سيد القطمير اصمت بحق سيد القطمير قال لي كان قلت له كده بيجي بيرجع منك اه قلت له الكلب كبس علينا لا لا مر بيقول لك كده بقول اسمه الكلب كبس ماشي عليهم ماشي عليهم ماشي عليكم ده ما اسمي ماسك قطمير اسمي اسمي ما ادري خليني افتح اي وانت خلاص قلت اقول له باخر خطاب عندي قلت له اصمت بحق سيد القطمير كبس زياده اصمت بحق القطمير كبس زياده اصمت بحق القطمير اسوني ذاته يضغط منط يعني غير خشب اسوني ذاته جرى معي لكن زعل مني ايوه قال لي قلت له اسوني تزعل مني غطمركم قال لي كيف تهزا بمعتقداتي قلت له انا اتكجم انا ايوه يعني ولا بنحصل احنا نحيي يعني الاستاذ السني دفع الله يعني ويعني اتمنى له عيد سعيد جدا وهذا الفنان ساهم كثير في الكوميديا وبنقول له كل سنه وانت طيب لحظات جميله جدا في المساله بتاعت المسرح سحر اكيد الكوميديا فيها مواقف جوا الخشبه وبرا الخشبه كثيرة بتذكري شنو حاجة كان موقف يعني غريب والله يا أخي في مواقف كثيرة طبعا لكن أنا بذكر أكثر واحد يعني كان مضحكني بجد يعني من حد هسه بحكي له أقرب الناس لي مع إنه بيفضحني شوية لكن بيضحكني برضه بيضحكني أنا ذاتي ففي الجامعة كنت دخلت يا دوبك سنة أولى جامعة خرطوم آداب إنجليزي لغة إنجليزية وفرنسية ف بيجونا كان في اخر السنه دائما في السيمستر الاخير بيجونا بيجيبوا لنا اساتذه من فرنسا انا ما اعرف بقضوا زي خدمه الزاميه ولا شنو لكن هم بيجوا حاجه ثابته كده بيجوا بيدرسوا الكلاس وبرجعوا بيجي واحد ثاني كده فجانا استاذ اسمه استاذ ميسيو مانويل فعندي صاحبتي شديد اسمها بياتريس من قبيله الزاندي زول صاحبتي جدا جدا وزول خطير في الانجليزي انا احب الانجليزي لكن زول مستهتر ما بخش الكاشر وكده والفرنسي اول مره ما درسته في المدرسه فهي بتعرف فرنسي وانجليزي خالص يعني فهو مسك لي المناشط ميسيو مانويل بعدين بيدرس بقت ماسكه الجو انا بألف المسرحيات بكتبه والشخوص بتاعه شنو بصلح حالي بتاعه شنو لكن هي ماسكه الجو مع ميسيو مانويل لانها خطيره في الفرنسي والانجليزي فبتتكلم معه كده هو قام قال لي يا جماعه اتكلموا معي بالانجليزي اذا ما قدرت فانا كانجليزي بالراحه كده بتكلم بالراحه كده لكن هي بتتكلم سريع من ميسيو مانويل بتعرف شنو كده فواقفين كده يوم بيتكلم وقال لي خلاص نشيل التليفونات ويا سحر بروف حتكون وين وبتاع شنو كيف بتاع وبيجاوب بالنيابه عني اي لا سحر هتعمل كده بالانجليزي طبعا فانا قعدت افكر قلت خلاص انا لازم كمان امسك الجو شويه كده واقول له اوكي طالما ادانا التليفونات دي وادانا تليفونه واقول له خلاص لما تيجي موعد البروف انا هقوم اضرب لك فبقيت ارتب فيها بالانجليزي بالانجليزي ولا فرنسي بالانجليزي هو مصر اقول له بالانجليزي وبدا يتكلم معانا بالانجليزي خلاص كويس فده اقوله بشكل لذيذ كده نظام انه البيت يعني مودرن شويه في الانجليزي ايوه امريكان لانجويج كده فده اقوله بشكل كويس فبجد اوكي اقول اوكي مسيو مانويل ام جونا كول يو اوكي ام جونا بتدرب عليها كده وراي كده في سر كده وهي بتتكلم معه وانت مجرد ما تقول اوكي خلاص انا اقول الكلام وقال خلاص انتهى الكلام اقول له اوكي اوكي سحر اوكي مسيو مانويل ام جونا كيل يو وات تليفونات ده تليفونات دي ناس تليفونات كل يوم تليفونات بتاع تجميع ما في شك طبعا الحياة زي ما بتوفر فيها بتتوفر فيها المأساة بتتوفر فيها الملهى يعني الصدوك هي الحياة يا ضحك يا دموع يا ألم يا ودي الدراما يعني قدمت حياتنا بشكل قسمته يعني حتى منذ التاريخ القديم يعني في عند الإغريق ولغاية ما الدراما دي بقت واكبت العصور وساهمت يعني المسرح ساهم في التعليم حتى على مستوى في أوروبا يعني
كثير كان في مسرح تعليمي لبسكاتور وكثير من ال... نحن في الحته دي حنقف ونعمل فاصله بسيطه.